ولي العهد وسمو الأميرة رجوة الحسين أن تتحول كلف المباركات بولادة سمو الأميرة إيمان بنت الحسين أول أبنائه وأول حفيدة لجلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا لتبرعات لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، وبهيك بيكون سموهما سلكوا نهج ومبدأ بأنه ما ينفع الناس يمكث في الأرض وهو الخير والعمل الصالح. للحديث أكثر عن الحملة وعن صندوق الأمان رح تنضم لنا عبر الهاتف المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام نور الحمود. ست نور صباح الخير، يعطيكم ألف عافية. صباح النور رندا، الله يعافيكي. يعني بداية أهمية هاي الثقة من قبل سمو ولي العهد بأن تتحول كلف المباركات للصندوق، ونحكي عن حملة نبارك للحسين. أول إشي في البداية بحب أشكركم عبر راديو هلا وعلى كل المستمعين اللي عم بتضمونا هلا عشان يسمعوا عن هاي الحملة. بحب كمان أضم صوتي لصوت الشعب الأردني وأبارك لولي عهدنا صاحب السمو الملك الأمير حسين والأميرة رجوة على قدوم مولدتهم الجديدة الأميرة إيمان الله يحفظها. وطبعا كمان بحب أبارك لجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا والأسرة الهاشمية كلها على قدوم الأميرة إيمان. نسأل الله طبعا أن يديم الفرح على الأسرة الأردنية دائما. طبعا كما عهدنا صاحب السمو الملكي الأمير حسين دائما بحب أنه يشارك الشعب الأردني بجميع أطيافه في لحظات فرحه، فشفنا أنه كيف شاركنا بفرحة زواجه، والآن استجابة لرغبة صاحبي سمو أنهم يطلقوا أو يوجهوا جميع التبرعات أو جميع الهدايا كتبرعات لصالح صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. فإحنا لما طبعا تلقينا هاي الأخبار كنا يعني في غاية السعادة وفي غاية السرور، وطبعا لأنها كمان مسؤولية كبيرة علينا إحنا كصندوق الأمان على ثقة صاحب السمو فينا بتوجيه هذه الرغبة لصالح صندوق الأمان. قعدنا طبعا اشتغلنا على منصة إلكترونية اللي من خلالها بتوجه كل التبرعات لصالح صندوق الأمان. طيب نتحدث عن الصندوق بشكل عام وبرامجه ست نور، يعني أطلق عام 2003 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله مش هيك؟ نعم، هو أطلق بال2003 برغبة من صاحبة الجلالة، بعديها تأسس كجمعية تحت إطار وزارة التنمية الاجتماعية بال2006، ومن هذيك الفترة للآن إحنا قمنا بتقديم منح دراسية للأيتام خريجين دور الرعاية بالإضافة للأيتام اللي هم عايشين مع أسر ممتدة أو مع أو يكونوا يتيمي الأب أو الأم من محافظات المملكة من مناطق شيوب الفقر بالأخص. طبعا قدرنا أنه نوصل تقريبا فوق 4800 شاب وشابة خلال هاي الفترة، وبنفس الوقت إحنا كمان بنقدم لهم سكن ومصروف وتأمين صحي وتدريبات بتشمل كافة الأمور اللي هي بتساعدهم ليقدروا ينخرطوا في سوق العمل وفي المجتمع بشكل عام. طيب ما هي أبرز مصادر الدعم اللي بيحصل عليها طلاب صندوق الأمان، وكيف الواحد بقدر يساهم ويدعم هذا الصندوق؟ أبرز طرق الدعم، إحنا بتجينا طبعا تبرعات من جهتين، جهة الأفراد هم بشكلوا نسبة كتير كبيرة من اللي بدعموا الصندوق بنسبة 60% تقريبا، وال 40% من الشركات والمؤسسات اللي كمان بتؤمن برسالة الصندوق وبتدعمه بشكل مستدام، يعني مش سنة وسنتين، إحنا عم نحكي على فترة زمنية اللي هي بتغطي تكلفة دراسة الشاب أو الصبية اللي هم موجودين في صندوق الأمان. نعم، أبرز قصص النجاح في الصندوق؟ يعني إحنا في عنا قصص نجاح عديدة، ولكن يعني اللي بخطر عبالي هلأ إحنا في عنا العديد من الطلاب اللي هم من الأوائل على المملكة في دراستهم. عنا طالب حاليا موجود في جامعة الـ HTU هلأ معدله 4 من 4 ما شاء الله، وبدرس هندسة ميكانيك طبعا. وهلأ إحنا كمان عم نحاول يعني بالإضافة للمنح الدراسية إحنا بنحاول دائما كمان نشبكهم ب
فرص اللي بتقدر تمنحهم فرص عمل مستدامة للمستقبل. برضو في عنا طالبة بتدرس في جرامكو صيانة الطائرات، ما شاء الله، درست توجيهي ولكن حبت إنها تدخل في قطاع التدريب المهني، ولكن مش أي قطاع طبعا، إحنا عم نحكي عن صيانة الطائرات وهو من القطاعات الواعدة اللي هلأ موجودين. صح. عالميا، ونادر ما فيها كمان يعني بنات. نعم بالضبط بالضبط. فهاي من أكثر الأمور اللي إحنا بنحاول نركز عليها، قطاع التدريب المهني، لأنه فعلا هو هذا القطاع اللي هلأ حاليا بيوجه الشباب لفرص عمل ومستدامة. نعم، أنا صراحة بدي أشكركم ست نور، وما في أجمل من هالمبادرة الطيبة واللطيفة من سمو ولي العهد، والتعاون معكم لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، إن الواحد يفكر بالغير، فهذا إشي هيك بملي القلب. ويعطيكم ألف عافية على كل المبادرات اللي بتقوموا فيها، يعني عم نحكي عن أكثر من 20 سنة ووجودكم بالأردن، فهذا إن دل على شيء دل على نجاح هذا الصندوق وقدرتكم على إعالة الأيتام، فيعطيكم ألف عافية. الله يعافيكي، شكرا رندا. وبالعكس أنا بحب كل الناس اللي بيحبوا أنهم يشاركوا بهاي الفرحة، أنهم يزورونا على مواقعنا الإلكترونية، إن كان على الإنستغرام أو الفيسبوك، في عنا رابط موجود هناك بيقدروا أنهم من خلاله يشوفوا طرق التبرع اللي بيقدروا أنهم هم يكونوا جزء من هاي الفرحة اللي كلياتنا عم نفرحها هلأ لسمو الأمير وسمو الأميرة. المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام نور الحمود، كل الشكر لكم.